السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى انا هعمل معاكم تورتة عيد ميلاد بنتي. هعمل الكيكة الاسبونج او الكيكة الاسفنجية الاصلية بتاعة التورتة. انا كنت عملت قبل كده كيكة السيفن اب وزوقناها تزويق خفيف كده، هي برضو قريبة من الكيكة الاسفنجية، لكن النهاردة انا هعمل الكيكة الاصلية اللي هي الكيكة الاسبونج او الاسفنجية بتاعة التورت الاصلية. النهاردة بقى انا هعمل الكيكة وهنبيتها ليلة، وبكرة إن شاء الله هنزوقها وهنحتفل بعيد الميلاد معاكم إن شاء الله. يلا بقى نقول مقدارنا مع بعض. أنا عندي هنا 6 بيضات، فصلت الصفار عن البياض. شرط نجاح الكيكة دي أول حاجة الأدوات اللي أنت بتستخدميها، اللي هي الحاجة اللي أنت هتعملي فيها ما يكونش فيها نقطة مية خالص. تاني حاجة نقطة صفار ما تجيش على البياض، يعني بصي أو أنا فاصلة كويس جدا، يعني ما فيش نقطة صفار تنزل في البياض عشان الكيكة تنجح معاكي. وعندي كوباية ونص من الدقيق منخول مرتين، والمرة الثالثة هنخله معاكم وانا بحط الايه وانا بحط الدقيق على البيض اللي احنا هنعمله. وعندي هنا كيس بيكنج باودر وفانيليا، وعندي هنا كوباية من السكر الباودر، لازم يكون سكر باودر عشان اضمن ان هو داب، يعني يدوب بسرعة، وبعدين بيدي نتيجة احسن من السكر لما نحطه كده. وربع كوباية زيت عشان يطري الكيكة، وعندي ذرة ملح، وعندي هنا معلقة خل كبيرة هنقسمها ومعلقتين من اللبن. يلا بقى عشان نقول بسم الله ونبتدي نشتغل في الكيكة. انا بقى هوسع على نفسي كده، انا عندي هنا كوباية السكر الباودر هقسمها نصها هنا ونصها هنا، نص على الصفار ونص على البياض، بالتقريب كده بالنظر اقسم زي ما انتوا شايفين. عندي هنا شوية ملح عشان يظبط الطعم وشوية ملح خلاص. عندي هنا فانيليا حوالي كيسين من الفانيليا، او ممكن تستعملي كمان الفانيليا السايلة برضو بتبقى حلوة جدا عشان زفرت البيض، وكيسين هنا من الفانيليا. بقسم الكميات، ممكن برضو اخد يعني رشة فانيليا تاني عشان زفرت البيض، بس كفاية كده. وعندي هنا الخل، شايفين معلقة كبيرة من الخل هقسمها، انا حبيت بس اوريكم كل التفاصيل عشان تبقوا عارفين. هحط شوية هنا وشوية هنا، خلاص كده كل التفاصيل واضحة قدامكم. واجيب بقى المضرب وهبدأ اشتغل في الاول في الايه في البياض. بسم الله. هفضل اضرب فيه لحد ما يديكي قوام الكريمه كده، اهو زي ما انتم شايفين بدا يتقل، بقى عامل زي قريب من الكريم شانتيه. انا لسه بس شويه كمان، انا خلاص انتهيت. بصوا بقى الشكل بقى عامل ازاي، عاوزه تعرفي اذا كان هو ناجح ولا لا. تقلبي كده مفيش حاجه تقع، يبقى خلاص انت وصلتي للدرجه اللي انت عاوزاها من الضرب، يعني ما يقلش عن 10 دقائق ربع ساعه متواصل. وبعد كده تغسلي الدراعات بتاعت المضرب كويس وتنشفيها كويس جدا، ما يكونش فيها نقطه ميه زي ما انا عملت كده عشان نضرب الصفار. يلا بقى نشيل البياض على جنب كده وهنشتغل في الصفار، هوريكم برده شكله هيكون عامل ازاي. بسم الله. شكل الصفار بصوا بقى عامل ازاي، ضربته حوالي 10 دقايق تانيين، انا بس حبيت اوريكم شكله، لازم يكون بالشكل ده. بص شيل بقى المضرب، نزل حرام حاجه منه. نعمل ايه بقى؟ بسم الله. انزل بقى بسم الله كده بالراحه بالصفار على، شايفين شويش خالص عشان الهوا ما يخرجش، احنا هنعتمد على الهوا اللي في البياض بتبقى نجاحها تبقى عالية، فنعمل كل حاجة بشويش في الكيكة دي عشان تبقى ناجحة معاكي. نسيت اقول لكم ان البياض قصدي البيض نفسه ما تيجي تستعمليه بدرجة حرارة التلاجة الغرفة، يعني بدرجة حرارة المطبخ،
يعني لو تستعمليه تطلعيه من التلاجة من بدري. خلاص كده بالمنظر ده، وانزل بقى بشوية بربع كوباية الزيت في اتجاه واحد وايدي تقلب، هو اتجاه واحد مقلبش في اكتر من كذا اتجاه اهو، ادخل الهواء. انا قلت لكم ان انا نخلت الدقيق مرتين، وهندخل معاكم للمره الثالثه الدقيق، مهم جدا الحركه دي. شايفين؟ بصوا انا كده بدخل هواء فيها، شايفين الشكل عامل ازاي؟ وايه بقى؟ اجيب بقى الدقيق، كيس البيكنج باودر اهو، او ممكن تستعملي الكيك شيف، حطه كده على الدقيق، وانزل تدريجيا. مهم جدا الخطوات دي عشان تنجح معاكي، واقل ما احطش الدقيق مره واحده. الطريقه دي هتنجح معاكي الكيكه، وهتشوفي شكلها عامل ازاي، خطيره جدا. انزل تاني، خلاص مع معلقتين كبار من اللبن برضو بدرجة حرارة المطبخ. انا اسفة نزل شوية، يعني هنحط نص بس وقلب بشويش خالص، وكل ايد في اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين اهو، كل حاجة اختلطت مع بعض، ايدي كلها في اتجاه واحد كده خلاص، عشان احافظ على الهواء بتاعها. خلاص كده تمام، شايفين الشكل عامل ازاي، هو ده اللي انا عاوزاه. هجهز بقى الصينية اللي احنا هنحط فيها الكيك، وهرجع لك تاني. يلا بقى عشان نجهز عشان نحط الكيك. انا عندي هنا حلة شبيهة للقالب بتاع الكيكات الاسفنجية اللي بيتجاب من السوق، انا الصراحة دورت عليه ما لقيتهوش، بس انا بعمل في دي بيديني نفس النتيجة بالظبط. عندك بقى ورق زبدة، لو مش متوفر عندك ورق زبدة بتدهني دهنة كويس جدا من الزيت، وترشي رش الدقيق كويس عشان ما تلزقش منك. ادي ورق الزبده اهو، بتحطيه وتحطي عليه الحله كده، وترسمي باي قلم عندك وتقصيه، بيبقى بياخد الشكل ده. هنعمل ايه بقى؟ اهم خطوه ان انت بتدي بس دهنه خفيفه كده للحله اللي انت هتستعمليها او للصينيه، يعني هو المقدار ده بتبقى صينيه 22 حلو بتبقى عليها قوي. اول حاجه عشان لما نيجي نقلبها ما تلزقش، وبعد كده احط ورق الزبده، وكمان عشان الورق بتاع الزبده يمسك في ال في ال بص هعمل كده الورق. بص انا مقطعاه الشكل ده عشان يكون كيرف ليها كده، احطه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. انا حوطاه اهو، وبعد كده بقى بتجيبي مسحه خفيفه كده بالفرشه، وتمسحي كده ايه على الورق بتاع الزبده. طبعا انا عملتها نسيت اقول لكم عليها، لو عندك بخاخه كمان بتبقى اظرف، ترشي كده زيت. ليه بقى؟ عشان لما نيجي نطلعها ما تلزقش في الزيت. خلاص هي هتظبط نفسها لما اجي احط الخليط. يلا بسم الله انزل بالخليط، شايفين الشكل عامل ازاي. طبعا بنفتح الفرن بتاعنا بنكون مسخنينه على درجة حرارة 180، هندخلها ومن بعد نص ساعة هنبدأ نشوفها، يعني هي بتاخد حوالي 40 دقيقة. اهو خلاص انا حطيت الكمية كلها، اعمل بقى كده خط خفيفة عشان اطلع منها الهواء، شايفين. يلا بقى عشان ادخلها الفرن ونشوف شكلها يكون عامل ازاي. خلاص الكيكه الاسفنجيه خرجت من الفرن، قعدت حوالي 40 دقيقه بالظبط. انا حطيتها اهو، قلبتها على الشبكه بتاعه التورت، بسم الله، وهفتح بقى، شايفين بسم الله ما شاء الله الارتفاع بتاعها عامل ازاي. شويش بقى كده احاول ان انا اشيل
بسم الله. بصوا بتتشال ازاي بمنتهى السهوله، ملاحظين اهو. طبعا بتكشفي عليها، نسيت اقول لكم، بالخله بتاعه السنان بتحطيها كده، طلعت معاكي ما فيهاش حاجه خلاص الكلام ده. وبعد كده ما بتطلعهاش على طول من الفرن، يعني بتفتحي الباب شويه وتسيبيها حوالي 10 دقائق كده لحد ما تهدى الحراره، عشان الناس اللي بتشتكي ان الكيكه بتهبط منهم، الكيكه الاسفنجيه بالذات. شايفين؟ انا قلت بقى افكها قدامكم. شايفين الجمال؟ منتهى السهوله. بصوا الارتفاع بتاعها. طبعا الكيكه الاسفنجيه لازم تقعد ليله، تبات ليله كامله قبل ما تستعمليها وتزوقيها في التورته. طبعا بتديكي نتيجه احسن. يعني انا النهارده هعمل، عملت معاكم الطريقه بتاعه الكيكه الاسفنجيه، وبكره ان شاء الله باذن الله عيد ميلاد بنتي هنزوقها مع بعض وهنعمل احتفال بسيط كده معاكم لبنتي الكبيره. طبعا التورته دي انا بهديها لكل اللي عيد ميلادهم في رمضان في شهر 5. كل سنه وهم طيبين. بصوا الجمال، اظن بقى مفيش بعد كده. طبعا هي سخنه، المفروض ان انا استنى شويه بس انا ايه عشان الوقت. شايفين؟ شايفين المنظر؟ لفت لهاكم. شايفين الشكل والارتفاع عامله ازاي؟ بصوا ما شاء الله عامله ازاي. هنسيبها بقى تهدى، وبالاسترتش اللي هو ده بتغلفيها بقى لبكره، يعني لازم تبات ليله، بجد نتيجتها هتبقى احسن كتير. انا بقى هغلفها لما تبرد، وان شاء الله هجهز ان احنا نزوقها بكره باذن الله عيد ميلاد بنتي، هيبقى معاك وباذن الله. جربوها باذن الله هتعجبكم، ومش هتحتاجوا بقى ان شاء الله ان انتوا تشتروا تورت من بره طبعا نظرا لارتفاع اسعارهم. هي طريقتها بسيطه جدا زي ما انتوا شايفين، ونتيجتها روعه. اتمنى بقى تكون الوصفه عجبتكم، متنسونيش بقى في اللايك والشير ودعوه حلوه، ولو عايزين مزيد من وصفاتنا يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في وصفه جديده.